السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير، نتمنى كلشي يكون بخير. اسمحوا لنا تعطلنا عليكم بزاف، ما لحناش لكم الفيديو لا والو هاد الايام، مع انسان مشغول وهذا ما كيلقاش الوقت فاش انه يدير شي فيديو. اليوم جيناكم في فيديو عاوتاني جديد ديال نيترو ايروكس، مشكل ديال الرادياتور ديال الماء. المشكل ديما تيلوح ليه الماء هنايا، هذا هو المشكل. كيبدل الجوانات، كيبدل كلشي، وما كيعرفش المشكل مناش. المهم دابا راه جينا نوريكم المشكل. عند شحال من واحد كيتواصل معايا في فلاشين على اساس انه عنده مشكل الماء، واغلبيه ديال الناس كلشي كيمشيو كيلتجئوا ديما، ها هو خوالي الماء هنا بدل الجوان، خوالي الماء هنا بدل الجوان. هذا الانسان خصو ديما يعرف، خصو ياخذ ديما معلومه، وخصو يعرف مناش. هاد السيد هذا جا عندنا باش نشوفوا ليه المشكل مناش. سولنا قالك راه بدل الجوان شحال من مره، وبقى المشكل هو المشكل. المشكل ملي كتجي تشوف كتلقاه في القرعه ديال الراديشن. اغلبيه ديال الناس بزاف فيهم كيكون عندهم غير القرعه بحال هكا. دابا هاد القرعه هادي كنا بدلناها لواحد السيد على اساس اش كانت من هنايا، من هنا مهرسه ليه من هنا. ديما هو كيبدل الجوانات، ما كيخلي ما تيبدل. ها انت كيبدل الجوانات، ما كيخلي ما تيبدل، وكيلقى المشكل هو المشكل. دابا هذا عنده مشكل ديال القرع. دابا ها انت كتشوف كيف ما كتلاحظ، انغلق شنو انغلق ديال الراديش. دابا كيف ما كتلاحظوا ها هي الغلاقة. دابا المشكل دابا ها هو كيف ما كتلاحظوا، موتور عادي. ها انت كيف ما كتلاحظوا، ندورو ها هو الماء تيدور. الانسان كيشوف الماء تيدور، ما كاينش اشكال، عنده بومبا الكتري الماء تيدور كيف ما كطلع. ولكن هو عنده مشكل، ان فوق هو كيشوف الماء كيدور صافي كيقول راه الموتور راه مزيان، راه ما غاديش يلوح ليا الماء، راه بدلت الجوان كلشي ما غاديش يلوح ليا الماء. ولكن ملي كتجي كتلاحظ ها انت ها المشكل فين عنده، ها قرا فيها مشكل. هذا الشيء ما خصوش يكون، هذا ما خصوش يكون، عنده مشكل في القرعه. كيف ما وريناكم في القرعه الاولى عندها شقه هنا، هذه عندها مشكل في الراس، كدفع الماء وكدفعو لفوق. ديما هو ملي كيطير يطير الفوق، الماء ملي كيتبخر ان فوا تيسخن كيلقى الماء ساهل باش يخرجو يسربو معاه هنا، ساهل، ماشي بحال كيدور لداخل كيدور على في القنج هنايا ما عندوش كيفاش يطلع. اما ملي كيطلع هنايا كيولي داك البريسيون ديال السخونيه كيطلع الماء ساهل، كيدي يسربو ليه من التحت وكيخرج ليه على التحت. دابا غنوريكم كيفاش الفرق. دابا كيف لاحظتوا هنا ان الماء كيتسرب من هنا، حنا غنوريكم في القرعه. ها شفت معايا ديك القرعه، ها القرعه الاخرى كيف ما كتلاحظوا. ها هي دي، واخا دابا هادي مشقوقه، حنا ما عندناش اشكال بشق، حنا خصنا نشوفوا غير الماء. دابا هادي ها انت دور، ها انت كيف ما كتلاحظ شو الماء، ما خصو يدور بحال هكا في الاخرى بحال هكا.